19 سنة بقول هانت ومفيش حاجة بتهون. بسم الله العدل. راجل ظلم فاكر ان ربنا خلق الدنيا دي كلها عشان هو بس. وقفت قدام اهلي بعت كل حاجة في الدنيا عشان خاطره. فين عبره؟ عارفة مين اللي خده؟ أمه سوي بيه فتح الله كبير السيدة زينب تمن. الواد ده لازم تخليه خايبة هيطلقني. قدامك 3 ايام. مش هرتاح لما انت امي صبر الست اخت فجرة زفوني شبل الله يا شامة سيدة ضربك بالنار. بيمسح الكرم في الارض كل يوم. My family is power. مصطفى الأبرار تحفظ الاسم ده وتصدقه جوه نفسك. تعمل ايه في افريقيا يا مصطفى؟ لا تحكم علينا ولا نحكم عليك. اللي يحكم بيننا المصلحه وبس. الماس ودم حمام. جبت الفلوس دي منين؟ السوق بتاعنا ده له احكام. مصطفى مش خايف اضحك عليك. اعملها لو تعرف. فتحت عينيها الدنيا لقيت امي شقيانه. قلت رايحها واشيل عنها شويه. كنت خدام للأم تعيشي. انت قتلته كان امتى؟ وكان مين من الضحايا؟ انا الضحايا عندي كتير يا باشا. بيوتك الجديده بقلب جامد. انسى امبارح وخلينا في بكره. مش سهل تيجي عليا واسكت. الديب الكبير زارع لك شر هتحصد فيه ويحصد فيك. نهايتك قريبه. الدياب عاشتهم من بره رخام. اسمع الكلمتين دول من جوه سخام. ما تسحرش وبيقطعوا في بعض. لو الكلام ده لينا يبقى انت من قاعدينا. كتفه وظهره وسنده. بس انا الكبير. لا جاي منك فعل ولا محرقه كلام على الفاضي؟ يبص لعيشه الناس تحرم عليه عيشته يا صاحبتي. قاطب انت الديب ما ترضاش حد ابدا يعيشها مقهوره. مش هتشوف تاني. لو الاصول ما نفعتش انا ايدي ما تضعتش الا في دم ولدي. مش خايفه على ابنك اللي جاي يقش شقانه؟ مقارنه؟ مفيش مقارنه. انا بابا المجال. انا حياتي وحياه ولدي في خطر كبير قوي. انتوا اللي خليتوها ترمي نفسها في النار يا علاء. الدم هيغرق النجع يا ام. انا ست وحيده ومفيش غيره. ورحمه بلال انا بقول الحقيقه. اصحى يا نايم اصحى. كل سنه وانتوا طيبين. طيبين. فترة رمضان ولا دخلة تعورين يا زيزو؟ انا زيت بالحرام واسمي نفسي الشيف صبيح. شيخ ايه؟ ان شاء الله تقضي رمضان كله عندي. انا من يوم ما اشتريت القهوه صبيح وانا معتبره نفسي من اهل المنطقه. ده انا في امتحان السواقه. انت بتعملي ايه يا ولية؟ خلي بالك سقفولي. كمان انا مفيشه. مالوش خير في زيز. اللي جاي قبل الفجر من الدنيا بديها. فلوس يا رب فلوس فلوس فلوس. ده شمال بياكل كتير. يكسر علم خميس. هتكونوا بتعملوا ايه يعني؟ دراسات عليا. اصحى يا عاطف يا حرامي. بدر منور فول بسمار بشموخ. اهم حاجه المشمر. حلو الرايح صديق. تيجي امسك القهوه الرد سجون. صديق جديد مع اصلا معايا حبه تقيل. يبقى المشروع ده نصب. بالراحه على اساسات العماره هتعيشينا تحت الانقاض. عايزين ربنا يحمينا من الشيطان ويبعد عنا وسوسته. فعفوك يا شعب طيب وحبوه. متخليناش تقول حاجات تفطر احنا كمان. هتعمل ايه يا سامي هتقول ايه؟ فتح يا عالم تلات نيوم فيه انا وسعاد. هتنزل يا رمضان. يا اختي بألف انا وشفا. رمضان كريم. ده كريم والله. الراجل صايم محضر لنا لقمه كده على السريع. اصحى يا موش. انت طيبه. وبنت حلال بس انا طلبت منك ومن العيشه معاكي. انا في معنوي. انت بتشتريش ولا داخل من الدوار؟ داخل بالورب عشان ما اخبطش. يا منور يا وكاله ناسك. اسمها يا واكل ناسك.
هو ده التعقيم؟ اتفضل ارتاح. عطوف في بتادين؟ لو ليك في الطجومه تعال للخبيره. بما اني بقيت رئيس النادي الجديد فانا قررت تغيير اسمه لنادي المزاريطه اف سي لكره القدم. حط السم وسط التوابل وكد عليه كمون. لا حدا يا واد مبالغ في نموه. جالكوا الولد البقره. بلاد مان. هو يقصد ايه؟ يقصدني انا ولا ايه؟ عندي قصه جميله فيها موعظه. سمعونا تحيه معك. نوك بيني وبين الشقة كل اللي قاعدين في محيط الفدانين دول هيموت. أنا من ساعة ما أبويا ما مات وأنا شايلة كل حاجة لوحدي. أنا قلبي فضل جواه. طوحة يبقى ابن أصول. الطارق دم بدم. وعزة جلالة الله لو ما بعت عن وشي يا عترة للم عليك خلق الله. صعايدة ولدنا رجالة وعشنا شجانين وهنموت أبطال. ايه اللي وصل جابل للسجن؟ انا من شبرا وبنات شبرا ما يتعلمش عليه. مش على مورد قلب الست دي. شايفة عليه بنت من شبرا. وانت فاكره ان انا من الستات اللي بيتنسوا بسرعه؟ تبقي غلطانه. قسما بجلاله الله لو ما بعدت عني لا سفلتك. اللي جبل التاني حلال على التاني. امشي. العيار اللي اتضرب ما بيرجعش تاني. اللي يقرب لك أكله بسناني. حامل في شهرين متجوزتش. اللي صايب أمين عايش جن عاش. لازم تعرف كويس إن إحنا ابننا في خطر يا رحام. ابننا؟ ولا ابن الجن؟ الدنيا تعبتنا يا حسن. مش عارف اعيش النهارده من كتر خوفي من بكره. عقرب الساعه اتحرك يا صابر. ايه العلامه دي؟ رمز لملوك الجن. في سر هناك لازم نجري وراه ونعرفوه. ده كان هيقتلب. مين من دمك ممكن يكون بيكرهك؟ ما البيت كان كويس وانت مش موجود. اخاش اللي بتقول ان اخوها مجنون وعايز يقتلها. انت بتهدديني. بس انا بفكرك ان الحاج حسنين القماش هيفضل كبير السوق حتى لو صبيانه كده رجلهم شدت وقفوا على حيلهم بقى عندهم دكاكين. بس انت اللي فكرك بالدكانه بعد العمر ده كله يعني؟ هو ايه كل الاسئله دي وانت حكم دار السوق؟ ايه ده انت عرفتيني ازاي؟ لا في لبسه ولا في كلامه. دايما كنت بسال ايه يتم متجوزين انتوا ازاي قابلتوا وحبيتوا بعض؟ الدكانه عشان يمسكوا في خناقه بعض فيها كل يوم. انت شاغل بالك ليل ونهار بالخال يا اخي. رد للناس حقوقها يمكن ربنا يفتحها علينا. انت ما بتفتكرنيش غير في شهاده الزور بس. وانا اللي يجي على مصلحته هرسه. حضرتك متلفقه يا ابن نعسه وما تدخلش على عيل صغير في اللفه. بلاش انا اضع. هذا لو اخر راجل في الدنيا انا مش همد ايدي علشان اسلم عليه. السوق ده طول عمره سمعته نظيفه. تتمنى الموضوع يبقى سهل كده اضع زي ما انت شايف، لكن للاسف انت ما عندكش اختيارات كتير. طب اللي عشان النبي يصلي عليه ويسمع الكلمتين دول عشان مش هقولهم تاني. واللي شايف نفسه لسه في عافيه يستنى قصادي. وهي العموديه دي حاجه مهمه؟ الكل لازم يعرف ان احنا اللي بنوزع الادوار. خلعتلكوا راسي يا ولاد الكلب. الذكي اللي فاهم انه ذكي الواحد. ما بقاش كمان نقصات عقل وديني يتكلم. العالم اللي يعرف يخلص يشيل. انت عارف بتكلم مين؟ انا هجيب لك حقك ثالث متاني. هو ده القانون يا حضرة العمدة. يا مولى عامل لازم يبيع واحنا اللي هنشتري. ده الناس اللي ما تعرفش ربنا. درغام بيضغط بغباوة. استحرق ارض الفوارسه. خوف بقى ولا مصلحه. السم ده تخصص الدهايشة يا تاب. عمدة تل شبور. عمدة تل شبور. انا بشوف كوابيس مرعبه. مجرم غير تقليدي. انا عيال